نحن لا نظن والله يعني سنة وحياة يدخل في مئات الألف، لكن نظرا لسوء تسيير سيد مدير الطبيب والنتائج الضعيفة وضعيفة جدا من الامتحانات الرقمية، ونظرا لعدم توزيع المناصب البيداغوجية للمؤسسات التربوية، وعلى سبيل المثال بلدية حسيردون 11 مدرس لم يلتحق، ربما ليلة البارحة أو الاثنين الكاس، نظرا لغيابات السيد مدير التربية المستمر عن اجتماعات المجلس الشعب الولاد، وأنا أكررها السادة المدراء ربي يحفظكم، عندما ندعوكم للاجتماعات أروحوا بينا، احنا هنا في خدمة المواطن وليس للمصلحة الخاصة. ولهذا قرر المجلس الشعبي الولائي بالإجماع على عدم قبول حضور السيد مدير التربية لأشغال دورة المجلس، ولذا نطلب من السيد الولي العمل على تلبية، ولذا نطلب منه المغادرة.